نتاعه رئيس جمعية آباء وأصدقاء أطفال ثلاثي الصبغي، واليوم تشرفنا بالزيارة ديال السيد العامل باش ندشنو هذا المركز هذا اللي الحوز في حاجة ماسة ليه، وبهذه المناسبة ديال المسيرة الخضراء تمت إن شاء الله تم هذا الافتتاح هذا. والحوز الحقيقة إلا جينا نشوفوه بأن أول مركب في الحوز، وأنا تنعتبرو جوهرة ديال الحوز إن شاء الله مستقبلا، واللي كيتكفل بجميع الشريحة ديال هاد الدراري ذوي الإعاقات اللي منهم شلل دماغي، فيهم الثلاثي الصبغي، فيهم الحركي، السمعي، البصري، توحد. ولقينا بأن الناس ديال الساكنة هنايا في حاجة، لأنهم تتخبطوا وساكنوا ما عارفينش فين يمشيو ولا فين يجيو، وكان بحال واحد المتنفس ليهم هما فاش تأسست، فاش تبنى ليهم هذا. دابا راه هما دابا راه يعتبروا دابا الدار ديالهم، لأن يعني شحال ديال الأطفال دابا هنايا كلهم تيجيو، راه في الحقيقة شنو نقول لك، فرحانين ملي كاع تسلمنا هاد جوج سيارات اليوم بهاد المناسبة ديال التدشين. سيارة جوج سيارات ديال النقل، راه تقريبا راه الناس كلهم فرحانين وتيسولوني كلهم امتى عاد يكون هذاك الناقل، امتى عاد يجيو لنا، لأن هما في حاجة ماسة لهاد. والحمد لله باش بدينا هاد الأيام تقريبا راه الدراري كلهم كان ليه تحسن، كان ليه جا في واحد الشكل، ودابا ولا يقدر يندمج معاك غير بالهضره ديالو، ما كان يقدر يقول لك سميتو، دابا ولاو تيقولوا سميتو تيبغوا يهضروا مع الناس ولاو. والحمد لله نتمنى من الله الخير يكون، وباش هاد الوليدات هادو يستافدوا في هاد المركب هذا باش يخرجوا ندمجوهم بعدا، لان عندنا شي واحد الشريحه ديال الدراري ديال سميتو من 18 سنه لتحت باش يشاركوا في داك الدعم المدرسي باش ندمجوهم في المدرسه. والدراري الكبار، الدراري الكبار ان شاء الله مستقبلا غادي نديرو هنا ورشه ديال التكوين المهني باش يخرجوا حتى هذوك الدراري، حتى هما تقريبا اغلبيه فيهم غادي يخرجوا لسوق الشغل. وكنا بغينا نديرو برامج، بغينا نديرو باش نقول لك، بغينا نقول نديرو ورشات ديال الحداده، ونديرو ورشه ديال الاعلاميات، نديرو ورشه ديال الخياطه للبنيات، نديرو ورشه ديال الحلاقه، نديرو ورشه ديال الطبخ. والحمد لله كنتمنى من الله يكون خير ان شاء الله. المرافق عندنا مرافق، عندنا التربيه الخاصه، وعندنا تربيه النطق الاورتوفوني، عندنا الترويض الحركي الفيزيائي، وعندنا الترويض الحسي الحركي، وعندنا الطبيب النفساني. هادو هما الاشغال اللي كنقوموا بها دابا مع الدراري دابا ديال الحوز. وهاد الدعم هذا اللي كيجي لنا ديال هاد الايام هذه من التعاون الوطني، يعني تنشكرهم بزاف، تنشكروا المبادره الوطنيه، تنشكروا المجلس الاقليمي بصفه عامه. مستفيدين بالنسبه اللي عندهم هاد الدعم ديال التمدرس مع التعاون الوطني 22 دري اللي دخلنا دابا، لان من 18 سنه الفوق، والباقي حتى هما عندهم 18 سنه لتحت هما باقي تنتمنوا من الله يكون خير ان شاء الله باش حتى هما يستافدوا. تندمجوا شي وحدين معنا الا كانوا الغياب بحال هكا، تنعيطوا عليهم باش يستافدوا من الترويض. وان شاء الله مستقبلا راه تقريبا راه عدد المستفيدين اللي عندنا راه 152 دري اللي وصلنا في التسجيلات ديال الدراري. توفيق مراد، مدير المركب الاجتماعي بتحنوت. هذا المركب هذا جا في اطار برنامج ديال محاربه الهشاشة الممول من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا المشروع هذا قام بواحد المبلغ ديال 12 مليون و 900 الف درهم. بالنسبه للشركاء اللي ساهموا في بناء هذا المشروع هذا، المجلس الاقليمي للحوز، والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والمندوبيه الاقليميه للتعاون الوطني بالحوز، وبلديه تحنوت اللي ساهمت كذلك بالوعاء العقاري للمساحه ديالو تقريبا تقدر ب 3800 متر مربع. بالنسبه للمركز كيقدم مجموعه ديال الخدمات اللي كتجي في السله ديال الخدمات المموله من طرف المندوبيه ديال التعاون الوطني باقليم الحوز في اطار برنامج دعم تندرس الاطفال في وضعيه اعاقه. الخدمات اللي كيقدمها المركز هي كالتالي: عندنا التربيه الخاصه، التربيه الحسيه الحركيه، والدعم والمواكبه النفسيه، وتصحيح النطق، والترويض الطبي. بالنسبه للفئه المستهدفه في اطار برنامج دعم تندرس الاطفال في وضعيه اعاقه، الاطفال اللي كيتناسل العمر ديالهم بين 8 سنوات الى 18 سنه.
وبالنسبه للمشروع التالي اللي هو المتعارف المبادره الوطنيه التنميه البشريه، هو برنامج يعنى بالادماج الاجتماعي والاقتصادي للاشخاص في وضعيه الاعاقه، اللي كيستافدوا كذلك منه الاشخاص اللي فوق 18 سنه، كيستافدوا من الخدمات الشبه طبيه ديال المركز، وكيستافدوا من التكوين المهني. بالنسبه للمرافق ديال المركب، عندنا جناح الخدمات الشبه طبيه واداره كتجي في الوسط ديال المركب، مطبخ مع لي ريفيكتوار ديالو، وفي لابارتي الثانيه في الانيكس الثانيه عندنا لابارتي ديال المبيت اللي كيستافدوا منها النساء. بالنسبه للورشات ديال التكوين المهني، غادي يستافدوا بطبيعه الحال ديما الورشات موجهه لاشخاص في وضعيه اعاقه، غادي يستافدوا من الورشه ديال الطبخ، ورشه الخياطه، ورشه الاعلاميات، ورشه ديال اعداد الحدائق. كما كنعرفوا انه هذا المركز هذا دار كاول تجربه في الاقليم، اول مركز يعنى بالاشخاص في وضعيه اعاقه، وكيتكفل بالعلاجات الطبيه والشبه الطبيه ديالهم بشكل مجاني. نتمنى ان شاء الله هذا المشروع هذا يكون يعود بالاستفاده لجميع السكان ديال الحوز ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.